برامج الولاء بتعمل بنظام النقاط، اي انه انا بصرف عدد معين من الدراهم او ايا كانت العمله، وبتعود علي الدرهم بنقطة أو درهم بنقطتين أو عشر أو ما إلى ذلك. ولكن في برنامج ولاء أو بطاقة ولاء بتديني نقطة مقابل الدرهم، في واحد تاني بيديني عشرة مقابل الدرهم، واحد تالت بيديني مية، واحد بيدي ألف، واحد بيدي مليون، في الآخر ألاقي عندي 550 مليار نقطة، وفي النهاية يتحولوا إلى 50 درهم مثلا. نعم. هل المفترض ان هو هي شوكولاتة مليون؟ هل انا المفترض ان انا اتابع كل برامج الولاء وابقى عارف فعلا عشان اعرف هل انا بستفيد ولا لا فعلا من برنامج الولاء؟ يعني هذا، وهل هذه دي تعتبر خدعة ولا لا؟ هذا مثال كلاسيكي لتمخض الجبل وفأرة، يعني كلام صح فعلا. طيب، واحدة من الأسرار بتاعة البرامج الولاء مثلا، احنا لما نسمع انه اذا صرفت مثلا 10 دولار حتاخذ 10 ميل، في الحقيقة هذه الأميال تكلف فقط 1.5 سنت بالنسبة لشركات الطيران. فبالتالي يعني هي احنا في دي برضو واحدة من الخدع السايكولوجيكال، يعني الميل مش هو نفس الميل عند شركات طيران، مختلف تماما. فمثلا يعني نجد انه الرحلة مثلا 10,000 ميل. اكشلي سبيكينج اوف الأميال دلوقتي ما يسمى بالمايلز اوتستاندينج، اللي هي الأميال اللي هي في تم صرفها ولكن لم يتم استخدامها بعض من العملاء، وصلت إلى التريليونات. فبالتالي إذا كل هذول العملاء يعني قرروا في نفس الوقت يعني يعملوا ريديمشن لهذه الأميال، يعني ممكن يلفوا المجرة كلها مجانا على حساب الشركة. وبرضه حتى برغم كده، برغم إن هم يعني بيعملوا في تضخم، يعني إنه مثلا رحلة إذا فرضنا 10,000 ميل ممكن يقولوا لا الرحلة دي لو حد بالأميال حتكون مثلا 300,000-500,000 ميل. حتى برغم هذا التضخم نجد إنه واحدة من أكبر الليابيليتيز في القوائم المالية بالنسبة لشركات الطيران وحتى والبرامج الثانية هي النقاط الولاء، لأنه هذه هي تحسب كدين على الشركات لازم تسده. طيب يعني أستاذ عمرو، يعني في ناس قاعدة تتفرج علينا تبي تعرف نصائح كيف ممكن هم اللي يخدعوا الشركات مش العكس. طيب اولا يعني لازم نعرف انه لماذا تقدم الشركات هذه البرامج اصلا. هذه الشركات هي تقدم البرامج لانه مفيده لها هي قبل ان تكون مفيده للعميل، فالعميل لازم يعرف قيمته اولا عند الشركه قبل ان يدخل في هذه البرامج، وبالتالي عندما يتحدث معهم ممكن ان ياخذ منهم اكثر. الشيء المهم جدا انه بالنسبه للشركات هم يعرفون انه يعني الإبقاء على العميل الموجود، العميل الموجود هو أكثر ربحية من العميل الجديد بحوالي تقريبا 70%، وأيضا العميل الموجود بيشتري يعني من نفس الشركة 4 أضعاف قيمة ما يشتريها العميل الجديد، أو وتكلفة ما يسمى بالأكوزيشن كوست، يعني تكلفة إنه تجيب عميل جديد للشركة أكثر بكثير جدا من إنه الإبقاء على العميل الموجود عندك أصلا بريوردز وكده. فكونوا إنه أنت كعميل تعرف قيمتك عند الشركة، هذه دي الخطوة الأولى. بعد كده يعني تراجع دائما مثلا معهم، ينتبهوا لصلاحية النقاط. أنا صارت لي من تجربة شخصية أنه بعد فترة يقولك انتهت صلاحيتهم مضاعوا عليك. دي أكتر حاجة فعلا بيعملوها ليه شركات زي ما قلت، لأنه إذا هذه النقاط ظلت outstanding موجودة وصالحة الفعالية هي تؤثر في البيانات المالية بتاعت الشركة، فبالتالي لجؤوا لموضوع انتهاء الزمن.